بجميع أنحاء البصرة، بجميع مناطق البصرة سلمية يوميا، صار لنا من يوم الجمعة إلى هذا اليوم كمظاهرات بعد ما فلشوا الاعتصام، اعتصام في ساحة عبد الكريم قاسم. الشباب تخرج بمظاهرات سلمية، وإذا الشاهد الأجهزة القمعية مع الأسف، أجهزة القوات الأمنية، الجيش، قوات سوات تواجه المتظاهرين بجميع الأسلحة، استخدام الأسلحة النارية، طلق النار الحي، رصاص الحي، الغاز المسيل للدموع، الفلفل، جميع أنواع الأسلحة يستخدمونها على المتظاهرين. احنا نخرج مظاهرات سلمية نطالب بويا خدمات لأهل البصرة، أي مقومات الحياة موجود. ما نتراجع أبد. اليوم جميع أهالي البصرة معرضين للموت بسبب التسمم. ماي مالح، الكوليرا على الأبواب، 15/9 ل 15/10 راح تصير كوليرا بكل البصرة. أهل البصرة شم تاني؟ أهل البصرة شم تاني؟ شباب اليوم تخرج الطالب بمطالب سلمية. إذا واجهنا قوة راح نواجههم بقوة أكبر. اليوم إحنا كشباب راح نواجههم بقوة أكبر. طبعاً البارحة طلعنا مظاهرات سلمية، بس اللي هم طلقوا علينا الغاز المسيل للدموع، وطلقوا علينا الطلق العشوائي، والمصيبة إنه لحقونا شارع فطوطة وكظونا واحتقلونا وصوبونا. هاي الآثار كلها جسي. باع هاي الحكومة الشريفة بس أرجع وأقول ما أخاف اليوم وباكر وعقب على ما ينقطع راسي وفدوا للوطن ورجال موظف وأنا وخير من الله. بس جاي دفع عن الحكومة الشريفة. رسالتنا لهاي الكتل اللي لاهية بالكتلة الأكبر والكتلة الأصغر وعايفين البصرة اللي بعد كم يوم راح يتفشي بها المرض الكوليرا. احنا ما نريد ترى ما طالعين على مود ماي وكهرباء. احنا انتم سالبينا من عندنا الوطن واحنا راح ناخذه من عندكم غصبا عليكم. والله ابسط المطالب، اريد ماي حلو، كهرباء يشغلون عاطلين عنهم. بس عندي رساله اريد اوجهها لاحمد الصاف، ماي يشرفنا تجي للبصره. زين لو لا شوف معاناته ولا هاي، فر وجهك وارجع الكربله. واللي جاي يقمعوننا هسه ميليشيات بدر والعصائب. والحكومة الشيعية أريد أسميها، يسمون المتظاهرات أخطر من تنظيم القاعدة وداعش، يسمونا إحنا أخطر من داعش والقاعدة. ردنا عليهم إن شاء الله، الرد راح نسوي اليوم أو غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى سعد العيداني. سعد العيداني يقول ذول المتظاهرين رهابين. لا ترى ماكو رهابين، هذول جاي يدافعون عن حق الشهداء وعن حق كل واحد باطل. انتم باطلين ليش؟ انتم ما جاي تطلعوننا ليش؟ انت تقول والله ما اريد انا المظاهرات تكبر. لا انت جاي تخليها تكبر، فنك ليش ما جاي تخليها تكبر؟ لان انت ما طلعت لحد الان، صار لنا هنا شهرين ونص ما طلعت ليش؟ احنا مو سلم، بس دل بالك من الشباب، خاف الشيوخ رشيتهم كم مليون وشم هذه العبادي. ترى الشباب الشباب إذا ثارت الله أكبر وجبار العيب اعطيت فرصة 10,000 فرصة عمل، قشمرت عليهم يا حسافة على السادة، حسافة على السيد اللي يكذب. وثاني شغلة خاف يقول لك ترى احنا مطالبنا ماي، ترى مطالبنا مو ماي ولا كهرباء. إذا الاثنين قصبا على شواربكم يسوون الماي. خاف انت تقول عيدان ست أشهر تموت هاي البصرة كلها تموت، ولك ذول المحافظات، ولك المحافظات تستعط علينا بطل مال ماي، واحنا مجادي عسبالك عدوم، ولك البصرة احنا هسه وجو القاع واقفين تنبح كل نفط. اخ يا ابويا، هذول الشباب اذا ثاروا ما تكذبوا ذن الصبات. ثورتنا كل ما جالها ان شاء الله تزيد وبعون الله. العالم كنا بالاعتصام قبل 20 يوم اعداد قليله، هسه بارك الله بهم الشباب قاموا يطلعون حتى من القاع. والله العظيم بس احنا لبيك يا حسين. هاي وحدة. اثنين هذا التعذيب هسه شفتوه، هذا البارحة طلع المحافظ على القناة الحرة يقول الشباب هم يضربوننا وبعدين احنا نضربهم، يعني هم قاعد يدوسون علينا ويضربوننا. يا معود وين هذا الحكي؟ والله العظيم صار لنا 3 أيام نجي هنا الساحة هاي الاعتصام هنا، نجي لهنا هم يضربوننا. والله العظيم واقفين البارحة سلسلة، احنا هيك واقفين واحد بصف الثاني، ضربونا من جوا يشمرون علينا الرمان. خوش هذا الرمان مسيل الدموع،
من جوا يشمرون علينا. يمنعكم من التظاهر ما يمنعوننا قائد هذا الشمري القائد مال البصره وهو مو قائد مخنث البصره مخنث البصره يقول احنا اي مظاهرات تخرج عن طابع السلمي نقمعهم ونضربهم. زين هاي يمتى طابع السلمي؟ الى متى؟ يعني شنو؟ الجهال طقها الجرب من وراء الماء المالح، كهرباء ماكو، اكل ماكو، يعني بالله لاعو ما اريد تعيين، ما اريد اي شيء، يعني غصبا على شواربهم التعيين يعني 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 يجيبوا المحافظات ذيك على راس المحافظات كلها، بس يجيبوا المحافظات ذيك بتريله مال ماي يشمر على اهل البصره. الله اكبر، الله اكبر على هاي الحكومه. طبعا استخدام للعنف بشكل مفرط، وحتى قال عدد من الصحفيين والناشطين في المحافظه، حتى كانت هناك نساء يوم امس موكب حسيني، يعني يبدو ان هناك اوامر من قيادات عليا لضرب المتظاهرين المطالبين بالماء الحلو والخدمات اللي هي قانونيه. لذلك التحذير من محافظه البصره، تلاحظون امس عندما ضرب المتظاهرين كان نصف هذا العدد، اليوم اكثر، وكلما زاد الضرب وزاد العنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين تزيد اعداد المتظاهرين. هذه رساله من محافظه البصرة إلى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اللي يدير الآن شؤون الدولة العراقية، نطالبهم من هذا المكان، ولو هي انتهت زمن المطالبات. الآن البصرة ما عندها مطالب، طالبنا 15 سنة ما تحقق شيء، زمن المطالبات انتهى، سمعوا لغة الشارع، سمعوا البصرة ايش راح تسوي، احذروا البصرة، هذا هاشتاج انتشر على الموقع، احذروا البصرة. 15 سنة الناس وصلت الحد راح تنفجر، وهذا انفجار الشارع خطوة خطوة. فكل ما يزيد القمع المتظاهرين تزيد حدة المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. للأسف القوات الأمنية اللي استخدموهم هم ليسوا عراقيين، لأن لو عراقي ما يسوي بخول عراقي هيجي، حتى راتبه سحت. القوات الأمنية اللي يضرب المتظاهرين هذا راتبه سحت وحرام. شكرا جزيلا. هاي Thank you.
نزلوا للشارع صوره صوره ابغى الناس صوره بعد يطق المتظاهرين. مصياده اليوم ما وين مصياده ما عودة الاحتجاجات الشعبية في البصرة متواصلة وصلت تصاعد وتيرة الاحتجاج خاصة بعد اطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين امام مبنى المحافظة. شوف قد الناس عارضة بس بنفس الوقت الناس موجودة ما في هذول احنا البارحة بالليل عبرنا هم هذول العنف جاي يزيد الناس ها؟ لا جاي يزيد العنف جاي يزيد الناس قوة وسرعة ما ايش يصير في البصره والله اي أيوة والله والله شيخ الآن الاحتجاجات الشعبية في البصرة كبيرة جداً.
للمحتجين في البصرة، تزايد الأعداد برغم العنف. الآن استخدام المياه يركضون عليها بعد جاي يشوفوا باع السلم باع السلم بعد عليهم باع شهر يركضون عليها كلهم يركضون عليها طلع عليهم بعد يهزون وين هم جاي يركضون هاي جاي يرمي باع 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 كان اللي يرمون منه باع الماي ماي طبعاً حريق حريق صار طقوهم فرقوهم دم من الكل لا طقوهم سيد دموع رجوع عليهم السلم شارج اليوم عليهم ترجع بس واحد يتصل يقطع والمفروض يطق هلي فوق لا لي جوا هذا شردون هذا شلون لحق با 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 شلون لحق با با ما يقدر يكفها ما راح يفترون راح يجون محرون استوني قد صيحت على وجهه منين منين نروح على البلدي حرون شلون هيك ما نريد نضحي بدم واحد راح تزيد خلنا قلت لك بال حق واحد شلون زادت اليوم طيب وين ظلوا قاعدين ادون راجعوا راحوا شردوا ودوا
تراجع السحبه من فوق هذوليكم يا مظهر يا مظهر مؤلم بس شو يسوي تبع سلميه وسلميه وبالونه ايش تجيب المطالب يعني انت ليش تجيب ليش والله ما حكيت على ما كان تفاهم العظيم حتى مقطع فيديو وين اول شيء هسه تبرير كبير اطلع اقول يا اخي خله ولحقناه باللجنه ضابط من هو الضابط؟ ضابط وكتله هنا بمسدس احمد احمد هنا صورناهم هنا غير هنا شفت من نص حتى داك هنا داك صورناهم وياهم وقفنا بس منا يعرف كله المشكله طلع عن مشان طلع انا ورقونا كان راح وين وصلنا مسلوب هيك كذا بس لا يا بني وين صاعدين الجوار هذا تعصير تعال تعال مع الوالدين لا تعصير يا ليش وانا جيت تشرف يعني تعال لا خلينا نشوف الولد موجود وشو ما اشتغل يعني كيف تكسرنا يا بني وما قنوات يا قنوات بعدنا لخاطركم مستمرين والله جاوا بس احنا حاضرين كلش فرق فرقوا المحافظة هسه ايوه اي اي اختراق العلاقة الخارجية والقوات الامنية تعود بالرصاص الحجاج استحقوا شعب ما وين ما احنا شلون هي امام المحافظة يم دبليو تي بي يم المحافظة والآن حرق الحدائق الخارجية والكرفانات في مبنى المحافظة يعني استاذ عباس السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ ايه هاي بالجروب ونزلت صوره رايح للعمار رام النيران في مبنى المحافظه
ذاك شكله مو راحه مو على التليفون بس شلون عرف انا الحين هاي ان شاء الله الأحزاب جاي تضربنا مذيل الدموع وجاي تضربنا بالطابق الحي وأحنا بالنسبة جاينا الظاهر مظاهرات سلمية وليس حربية وهم قاموا علينا بالضرب والقتل وكتلة وجماعة وضربة وأشخاص هواية ولحد الآن إحنا ما تعاملنا وياهم أي معاملة غلط وذول الأحزاب كلهم مندسين علينا يعني وجاي يضربوننا وجاي وهابية هم وهم اللي جابوا داعش ودخلوا إنا والله الحكومة نحمل المسؤولية لعبادي وقوم لعبادي هم هاي قائد عمليات البصرة هو قال مرموا علينا أعضاء البرلمان لأن هم المسؤولين جميل الشمري جميل الشمري مثل ما راحوا الحشد تعنوا منه وخذوا الملابس مال الجيش ولبسوهن يريد يطلع حيفة الحشد شلون دايق عليهم وموصل يريد يطلع حيفة سبيله بس ما يقدر واحد واحد يحكي هيك ما نقدر قائد عمليات البصرة قائد عمليات البصرة طبعا ماكو جندي ولا ضابط يتحرك اذا مو بامر من قائد عمليات احنا ما جاي ابرر للجندي لكن هو مدفوع من قائد عمليات ومحافظ من ساعة المحافظ مباشر على قناة الحرة يقول له متظاهرين سلميين قال له ماذا وشنو تسمين اللي يرمي نار على المحافظة يعني اثنين أو ثلاثة هسه توا واحد أربعة صوبة واحد بيده واثنين صوبة برجلهم واحد توا برقبته استشهد منو يتحمل مسؤولية منو ليش أنت المحافظ ليش مو قلت ما أروح للبرلمان مو قلت ما اروح للبرلمان اذا ما احل هذه القضيه انت امس بالبرلمان وتساوم على الكتله الاكبر يوم ويا النصر ويوم ويا فلان ويا فلان الله يلعنكم من قائد عمليات من محافظ من ضابط من جندي من كلكم بلا شرف. هذا طريق الاحرار هذا طريق ابو عبد الله هذا طريق الاحرار هذا الطريق اليوم لا شهاده يا موت ابسط حقوقنا طلبنا عليه هو اقلاص معي ما طلبنا لا بغى تخسيف سلطه ولا على مناصب ردنا اقلاص معي شرب ماي لنا وجهالنا شنو لازم بيدك انت هاي خميره عجين وماي نسحب بها المعلن الغاز المسيل للدموع منو يتحمل مسؤوليه يتحملها مسؤوليه المحافظ وقائد عمليات البصره وقائد شرطه البصره هاي تحمل مسؤوليتهم محافظ البصره قائد عمليات الشرطه والجيش هذا الجيش مكبسل وجاي يرمي بالمظاهرين كتل عندنا شهداء خمسة هسه طاحوا نخاطب المرجعية خد تتكلم خد تحكي ليش ما تحكي الساتة ليش ساكتين أهل البصرة ليش ساكتين كلكم ليش يعني ليش ما يمنعنا راح نزيد والله عم احنا جيت وفقنا ونرميهم والله احنا جيت وفقنا ونرميهم خد تحكي المرجعية وانت بمرقابهم شوخ العشائر خد تحكي شوخ العشائر اللي ساكته قرمه القرنه كلها قد تحكي المرجعيه لا حد يسوي مواكب والله الحسين ما عاجلكم ما لا لطمكم ما لا ذبحكم ولكم نسكم هيك كلاوتشيه والله كلاوتشيه عرفكم انا العاليه الصفقه الجمهوريه الحياه لا حد يسوي مواكب طلعوا كلكم طلعوا يلا طلعوا شوفوا العالم موته الشباب ليش احزاب هي غير الاحزاب ماكو
والجنود نصب كبش ليه وترمع الثوار ذولي. السلميين والله سلميين، ثلاثة أسس صوبوا وموتوا قتلوا خمسة، بس مو زلم والله مو زلم. نسيتوا من ذبيتوا رتبكم وجيتوا شاردين؟ احنا جينا، احنا جينا ورديناها والله، بس انتم مو زلم والله مو زلم. اطلاق نار اول شيء يتحمل قائد عمليات، هو جاي يعطيهم الاوامر وبنفسه جاي يمر عليهم، والمحافظ ليس مو محافظ، هو لازم يحافظ على مدينه البصره، هو من اهل البصره، شيخ العيدان ابوه ما طاها، ليش انا ابوه؟ نطلب من شيوخ العشائر كافه كافه. اين انتم تقولوا احنا احفاد شعلان؟ شعلان سوى قارع الانجليز، قارع الانجليز يا اخي، ليش ما تقارعون؟ يا اخي طلعوا يا اخي سووا شيء، ليش نايمين؟ شيوخ عشائرنا هاي تسجل لنا للتاريخ، شلون ما سجلت الشعلان وغيره؟ ليش؟ ليش؟ مراجعنا نطلب منكم اليوم تعطونا الفتوى كما اعطيتوها ضد الجهاد، تعطونا ضد الفساد والمفسدين، كافي. الناس طاحت، ناس ماتت، شباب ماتت، والله ما يصير. ولا بنذل بس هذا دم الشهداء. دقه بس خذ ابو الكاميرا حدثني شنو ايش بيك؟ هذا دم الشهداء اللي شلتهم بيد اربعه، حرقنا سلفادور شارع البراهيدي، سعد فوق سلفادور، كتل اربعه بالراس واثنين مصاوي باع. هذا دم الشهداء، البصره تنتصر، والله لن نموت، والله لن نقتل، والله ننتصر. نحن لهم رادوها بالسلاح، نقول لهم جايينكم وحده بوحده، لا مو وحده بوحده، احنا منتصرين، احنا البصره الثوره منا نبديها وما ننهيها، ونبقى نثور ونحرر مو بس البصره، العراق كله لنا. وهذا دم الشهداء وفدوة، هاي نعمة صلى عليها تربة هاي. مدفعينها كلها إسرائيلية، هاي انطلقت بغزة وانطلقت فلسطين، هم طلقوها علينا بدون سبب بدون شيء، طالبنا بحقوقنا أبسط شيء، الماء والكهرباء، ما نريد لا عمل لا نريد شغل، كل شيء ما نريد. هاي شوفها، هاي هاي دولة، هاي دولة تحمينا، هاي طينا شهداء، سلمية، احنا سلمية بس هم جاي يطلقوا النار علينا بدون سبب بدون أي شيء. هاي مال يمسك السين، شهداء خمسة أسل حد الآن، خمسة شهداء وجرحى. مطالباتنا شنو كمواطنين بصريين؟ ماي، كهرباء، هذا شيء قليل بالنسبة للدماء اللي قدمناها والأعمال البشعة اللي واجهناها بأجسامنا بصحتنا بعافيتنا، وهاي الشباب اليوم مستمرة، لا مواطن بصري راح يرجع. بالنسبة لحكومة العبادي، حكومة منبطحة الإيران وغير إيران، القضية ما تحتاج صوت من المرجعية، القضية تريد لها رئيس وزراء كفو يوقف بوجه تركيا لفتح السدود المنقطعة من شمال العراق وغيرها. إيران هنا حرفت النهر جاي من تركيا حتى ينبع بالعراق ويكون مصب عراقي، قاموا بتحريفه وفتحونا مياه البزول، قضاء على الموارد الزراعية والقضاء على التصنيع العسكري بصورة عامة حتى يكون جميع الاستيراد إيراني، ما يكون في التصنيع عراقي موجود، في الزراعة عراقية موجودة. وهاي الشباب اليوم، خلي كامرتك تشوف، هاي الشباب اليوم اللي واجهت القمع ما راح تسكت، ورسالة من الشعب البصري بصورة عامة للحكومة المنبطحة، الحكومة على الشعب كل الشريفة تصير، بس هو غيرنا تظل تنبطح، وأكثر اللي يطالب حقها منه تسجنه ويعذبوه، للخارج تسفره بالشعب فجر، تحلل للشعب يتنفس الدخان، وحرام تقلة تشتم ريحة العنبر، على التبريد نومت بالإرهابيين، المواطن على الرصيف تنومه وسط الحر، ومدري بيا ذنب باعت كلينس ناس وتفتر بالتقاطع والتعب، وكر عليهم السياسي خبل من البوق وبالعمالة وجهه من الشمس أسمر، واحدهم منارة تشوفه بين الناس، كم من الشعب واحدهم منارة تشوفه بين الناس، كم من التعب من قلب لون أصفر، وينام السياسي من الأكل متخوم وينام الشعب جوعان، الحكم ردنا عراقي يصير وسياسينا نص صردان، لا أمريكا تدخل بيه ولا نص واحد من إيران، قول إرهابي عني الحجة الحق مكروه، قول إرهابي عني الحجة الحق مكروه، وكتلوني لأنعش قل وطن وجر على الحق ليموت، حسين عصره يعيش وضريح يصير لو يقرون على المنبر، الما يفزع على الحق حج الحق يجوي يلبس شيلة نصحة وبيها خليف در، رسالة من الفقر من جوع من نيجار من حر من بطالة من البحر والبر، رسالة من الفقر من جوع من نيجار من حر من بطالة من البحر والبر،
من صاحب التاكسي من الدرس والظال ما متعين وعامل بقى مأجر. لا نخلة بقت لا ما يظل بخير، لا شمعة ضوت لا سقف ظل ما خر. بكت صوتنا بس ما نظل خرسان بعد ما يسكتوا صوت الشعب زمجر. كانت المظاهرة كانت سلمية بس على القمع اللي جاي نواجهه ما معقولة انه ادافع ما دافع عن نفسي. جاي اتعرض القنابل مسيلة للدموع وجاي اتعرض الاطلاقات بس اروح لك فدوى. هاي الدليل، دليل قاطع. داعش طقونا بهاي داعش هني زين. من سقطة الرتب العسكرية بس اروح لك فدوى. الرتب العسكرية من سقطة كل واحد داق له 16 نجمة ويدعي لي بالرجولة. ب 2014 و15 شعبان من سقطة الحكومة العراقية العامة. منو اللي فزع؟ فزع هذا وهذا وهذا وهذا. هاي فزعت وهسه يرمون علي رصاص حي، وانا اللي خذيت سلاحه وقاتلت بيه من عافه وشرد، من نزع بدل ثورات زي مدني حتى يشرد بيه. هاي تاليته هسه يرمي علي وعلى غيري. ليش؟ ويقول لك الجيش العراقي متعامل مع المتظاهرين البصريين. وين التعامل؟ يتعامل يوب بقناص حاطينه فوق مركز المظاهره، فوق مركز المحافظه، ويرمي على الشعب. هذا شاهد. رسالة أوجهها إلى القوات اللاأمنية، والله العظيم ما نمل وما نخاف، وإحنا بصريين ومظاهراتنا سلمية لحد الآن. من هذا اليوم إذا تستمر ويانا الحكومة هيك والحسين الشهيد، نرفع سلاح ونطيح هاي الأحزاب الفاسدة. ما يوقفنا بس الموت، بس الموت يوقفنا. أمس قمعونا، أمس كنا 1000 يمكن، اليوم 2000، وباكر 3000، وعقب 4000 ونزيد. وللجمعة إذا يظل يعني هذا هيك التعامل، بالله العظيم نرفع سلاح، بالله العظيم نرفع سلاح. هذول أهلك وناسك وجايين طالبوا بحقك. إذا أنت بالدوام أهلك بالمستشفى زين. لا لا اسمع، هذا جماعة بغداد، جماعة بغداد. سمعوا سمعوا قائد عملية. لا لا جاي يزيد اكثر واكثر اكثر جاي يزيد. انا جيت من التنومه، جيت من التنومه البارحه، دخلوا علينا للبيوت، سحونا من البيوت البارحه زين. لا لا والحكومه القوات الامنيه تقولون اسعد العيداني، العالم انتخبتك ورادتك وخلتك محافظ. انزلوا يا العالم وشوفهم مشارد وقاعد زين. لا لا يا العبادي نطيت امر للمتظاهرين، المتظاهرين قائد عمليات، قائد عمليات ما نريدك، قدم استقالتك لان اعطيت اعطيت امر قتل هاي المتظاهرين. وانا ما بدي يعني شيء، احنا طالبين خريجين، هاي الشباب كلها خريجه وجاي طالب بحقه. وابسط شيء هذا الماي زين. لا لا هذا الماي وجعلنا من الماء كل شيء حي. ليش احنا جايين جدي؟ ليش الغربيه زين؟ احنا مجاهدين ودافعنا عن حقوقكم. جاي جيب ماي ليش؟ ليش؟ زين بس كل ما نقول قول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، وزيد اكثر واكثر واكثر. وهي المظاهرات قليله، ونسوي اعتصامات بالشوارع ونحرق وكل شيء نسوي اذا ما تلبون مطالبنا كهرباء وخدمات وماي زين. لا لا وتعيين. شكرا شكرا. رحم الله. شنو حصل معك؟ شنو حصل؟ جات بات ولا لا؟ شوف الجاي جاي يرمي بال بال. يرمي عشوائي علينا شنو هو؟ رمي حيك شنو اللي جاي يلعبون يا انا؟ شوفت عينك، شوفت عينك. شوف بالعباس ابو فاضل، بالعباس ابو فاضل. ارهابيين ارهابيين. بالعباس ابو فاضل. من مسلم مو ولدنا، مو ولدنا ذول راحوا. تعال روح كلها فتان. اني مجال شبيهم الولد، شبيهم شبيهم الولد، شبيهم. تنقوا تنقوا مسيل الدموع، هذا مسيل الدموع. تعال 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 وينك؟ تعال وين؟ هنا هنا شويه. تعال تعال عندنا مصاب، عندنا مصاب. وين المصاب؟ وين هو؟ قصه قصه. سلام شنو صار يا ولد؟ لا شرطة ولا جيش، إيرانيين جاي يضربون المسيل على المتظاهرين، وجاي يضربون طلق حي على مود متظاهرين طالعين. شوفي 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 كله من ورا قاسم المسيل. بالعباس ما نرجع عليهم إلا نحرقها عليهم. بالعباس بس عليهم، بس عليهم. خلي عينك فتح واقسم. تعال حيدر، تعال غسل، تعال لا ترجع، لا ترجع. Come on.
الفلفل المتظاهرين. شباب اخروا من قدامي شباب. علينا الغاز خلينا نوخر وخر خلينا باوع Yeah.
أنا ما تعرف شبيهم الولد شبيهم شبيهم الولد شبيهم تنقوا تنقوا مسيل لدمو حارس مسيل لدمو تعال 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 وينك تعال وينك هنا هنا شوي تعال تعال عندنا مصاب عندنا مصاب وين المصاب وين هو قصة سلام شنو صار يا ولد لا شرطة ولا جيش إيرانيين جاي يضربون المسيل على المتظاهرين وجاي يضربون ولد حي على مود متظاهرين طالعين شوفوا 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 أكلهم من ورا قاسم المسيل بالعباس ما نرجع وعليهم إلا نحرقها عليهم بالعباس طاقة قناص هنا ذاك طاقة هذا لا ذاك قناص هذا مرخص ذاك روح شوف على عبيد قعيد البندر على عبيد قعيد البندر شوف الطلقة ما تتعي قعيد البندر شركة صور لأن هذا الهسه ما نعرف وينه هذا 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 جاي خابر على الشركة مالتي صاحب شركة هذه شو اسمها غابا خابر المتظاهر الثاني خابر تعالى هذا شنو اسمه هذا هذا راح يجون عبدو لا 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 ع